بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شباب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لحل الهوم ورك بتاعنا. يلا بينا. معانا النهاردة الدرس Pressure at a point inside a liquid. السؤال الأول كان بيقول لو أنت عندك two vessels اتنين فيزل زي ما أنت شايف كده S و T are filled to the same level. هو ده حل السؤال. الاتنين يا جدعان على نفس الليفل أهو، يعني ده H وده نفس الكلام H with the same liquid، يعني الدنسيتي بتاع ده هي الدنسيتي بتاع ده. السؤال هنا احنا بنحسب البريشر at a point inside a liquid، فالبريشر في الاثنين هتبقى رو جي اتش، كده كده نفس الليكويد نفس الدبث نفس الجرافيتي يبقى اكيد نفس البريشر، فالاجابه ان البريشر بتاعهم هما الاثنين واحد. سؤال رقم 2 ده بيقول which of the following graph show the total external. عايزك تركز معايا عشان في جروب من الجروبس ما قريناش مع بعض كلمه external دي. total external معناها ان الغواصه تحت، total external على السب total external على السبمارين دي المايه والغواصه تحت المايه. هو بيتكلم على الخارجي فقط، مين بيضغط من بره؟ حاجتين، الخارجي بس بره، يعني عباره عن بي اير بلس بريشر المايه، فالهواء داخل معانا عادي، فيبقى الاجابه بي. اوكي. سؤال رقم 3 بيقول four identical graduated cylinder contain a liquid two contain water، في اتنين منهم ده وده فيهم ميه الدنسيتي بتاعتها 1000 والتاني فيه بارافين of density 800 كيلو جرام، اخف من الميه يعني. مين في دول عنده اقل بريشر؟ اقول لك على حاجه، هنا الميه واصله ل 50 ما بين 40 و 60، هنا الميه واصله ل 40، هنا البارافين اللي هو اقل من الميه واصل ل 50، هنا البارافين اللي هو اقل من الميه خلي بالك اخف يعني واصل ل 40. بدايه الكلام اكيد هنلغي ال 50 وال 50 مش احنا عايزين اقل بريشر، يبقى اكيد اقل كميه ميه او اقل هايت عامه او دبث. طب انا عندي حاجتين، واحد الدنست بتاعه 1000 والتاني الدنست بتاعه 800، يبقى اكيد هو الخفيف اللي بيضغط اقل. سؤال رقم 4 بيقول لك احنا مع بعض مين في دول بيأثر على البريشر عند النقطة اللي اسمها اكس، كل ما تنزل تحت اكتر، يبقى الإجابة ايه؟ depth of water، كل ما تنزل تحت. سمك السد ملوش دعوة، كانت في الموديل انسر كده بس هي غلط. الإجابة ايه؟ depth of water، عمق المية هو اللي بيأثر على البريشر، كل ما ننزل تحت اكتر كل ما البريشر يزيد، يعني اكيد هنا البريشر قليل هنا البريشر اعلى هنا اعلى، فاللي بيحدد هو الدبث العمق بتاعك. سؤال رقم 5 مديك 4 ايدنتيك او لا ديفرنت، اربعه ديفرنت لبعض، وبيسالك مين عنده اعلى بريشر. انت عارف البريشر بتاع اي ليكويد عباره عن رو جي اتش، كده كده الجي اس كونستنت ملهاش دعوه، فانا هحسب بريشر الاول الرو مديالك ب 2، فكك من اليونتس اهم حاجه اتاكد ان هم زي بعض كيونت وخلاص، والاتش 10 يديك 20 تمام. طب الثاني 1.6 multiply 20 البريشر الثاني equal 32. طب الثالث 1.2 multiply 30 هيديك 36. طب الرابع 0.7 multiply 40 وده هيديك 28، فتبقى الاجابه اعلى واحد هو ده. ما تتخدعش بالمنظر، لان في ناس هتقول لي يا مستر بس ده مليان على الاخر. ايوه يا حبيبي مليان بس خفيف، ده اتقل ده اتقل ده اتقل، فلازم وده الهايت بتاعه قليل، فالعبره بانه يبقى تقيل والهايت كتير، فانت بتدور مين بقى بيتحقق في الصفات دي. سؤال 6 بيقول what doesn't affect the pressure at a point beneath surface of a liquid، نقطه تحت المايه ما بتتاثرش كبريشر بايه؟ عارف البريشر رو جي اتش، مفيش اريا، يبقى مفيش اريا، انما في دنستي وفي دبث وفي جرافيتي. سؤال 7 بيقول بريشر ات ا بوينت انسايد ا هوموجينيوس ستاتيك ليكويد هاز اول ذا فولوينج بروبرتيز اكسبت، هل البريشر اكت ان اول دايركشن؟ صح،
ليه؟ لان انت لو عندك كونتينر كده البريشر موجود هنا وهنا 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 في كل الدايركشن. It doesn't depend on the shape of container. صح؟ البريشر ما بيعتمدش على شكل الكونتينر، مش مهم. يعني مثلا كونتينر عامل كده وكونتينر عامل كده، طالما على نفس الدبث نفس البريشر، اهم حاجه بنفس الليكو. It always works perpendicularly. اكيد احنا اصلا خدنا ان البريشر يبقى عباره عن فورس نورمال على اريا. صح؟ يبقى اكيد دي غلط. It depend on area. لا طبعا. فاكر اول ما اشوف الجراف ده السلوب ايكوال ايه؟ بريشر ديفايدد اتش اللي يديني رو جي، الجرافيتي كونستنت، يبقى اعلى رو هو اعلى سلوب. طب مين اعلى سلوب؟ الاي الميل بتاعه اهو، البي الميل بتاعه اهو، سي الميل بتاعه اهو. يبقى اعلى دينستي فيهم سي يليها بي يليها ايه اللي هي الاجابه بي. هنا نفس الكلام، بريشر النقطتين دول عالي جدا ان هم تحت بيضغط عليهم هواء وميه، والاقل منهم بريشر سي، فتبقى الاجابه بي. بي واي قد بعض اعلى من سي. سؤال رقم 10 ده في مشكله عشان هو بيتكلم اي وبي وهما متركمين هنا 1 و2 و3 ودول متكررين، فخلينا نصلحهم مع بعض في الحصه اهي. سؤال رقم 13 بيقول ماريانا ترنش از ذا ديبست ترنش ان ذا وورلد، اكبر خندق وصلوا تحت المايه يعني. which is located in the western ocean at depth of 11 كيلومتر. الاول الدبث مش هينفع بالكيلومتر، فهنضربه في 10 باور 3 عشان يبقى بالمتر. لو الووتر في الاوشن ده في المحيط ده الدنسي بتاعتها 1020، مالكش دعوه هو اللي قال لك. لو كان قايل لك ميه بس كنت قلت 1000، انما هو قال الدنسي كذا هو اللي اداها لك. والجرافيتي 9.8 متر بير سكند سكوير. هات لي البريشر، المفروض طبعا تقول لي بي اير بلس رو جي اتش، ده اوشن محيط يعني اكيد مفتوح، بس هو ما ادانيش الكونستنت، فانا هعتبر ان الاير مش موجود، ده نجلكتد عادي يعني. الرو 1020، جرافيتي 9.8، الاتش 11 تايمز 10 باور 3، هيطلع لك 1.1 تايمز 10 باور 8 باسكال، اللي هي الاجابه دي. اوكي، السؤال اللي بعده، سؤال رقم 14 بيقول ثين بليت اوف سيرفيس اريا كذا، اديك الاريا 0.036 متر سكوير. بليس ذا هوريزونتلي اندر ذا سيرفيس اوف ليكويد، تحت الميه الدنسيتي بتاعه 930 كيلو جرام بير متر كيوب او دوت متر نيجاتيف 3. هي هي. If the force act on the upper surface of the plate due to the liquid، يعني الليكويد عامل فورس 290 نيوتن، هات لي الدبث. طب ما انا هقول لك على حاجه، ما انت عارف ان البريشر فورس على اريا، هو الراجل كتر خيره اداك فورس واريا، اجري انت هات بريشر، يبقى البريشر ايكوال فورس على اريا. الفورس 290 والاريا 0.036. يبقى انا اول حاجه دلوقتي كده على طول جبت البريشر بكام؟ هيطلع معاك البريشر 8055.5 باسكال. ماشي، جميل قوي. طب وبعدين بقى؟ هقول لك، ما انا دلوقتي انا معايا البريشر، وانا عارف ان البريشر رو جي اتش معايا 8055.5 ايكوال الرو 930، جرافيتي 9.8، فاضل الاتش بس، تقدر من هنا تجيب الاتش بكام؟ خلص الكلام معاك، هيطلع معاك 0.88. سؤال 15، فيش تانك، حوض سمك بالمنظر ده. اداك لينث وويث وهايت 80 والويث 60 والهايت اللي هو ده 40. بيقول لك ايه بقى؟ water is poured، صبينا ميه in the tank until it reached a height، يعني قعدنا نصب ميه نصب 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 لحد يا جدعان ما الميه وصلت 30 سنتي بس. يعني انت عندك هايت الميه 30 سنتي. هات لي الفورس. انت عارف من الرول بتاعنا pressure force على area، فيبقى الفورس equal pressure dot area.
طب ما تيجي الاول نجيب البريشر. طيب قلت لك في الحصه هو ما قالش هنا ان في هواء، خلاص انا هعتبر ان الهواء مش موجود، كان لازم يديني الكونستانت بتاعه، فيبقى رو جي اتش على طول. الرو معايا 1000، جرافيتي 9.8، الهايت كام بقى؟ الناس اللي بتاخد 40 غلط، غلط ان هي الميه اتملت 30 بس، يبقى 30 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. كده اول حاجه يا معلم انت عملت، جبت مين؟ جبت البريشر. حلو قوي، هيطلع البريشر ايكوال 2914 نيوتن. جبت البريشر عادي، عايز اجيب الفورس بقى. بريشر مضروب في اريا، يبقى 2940 الاريا باي، لا انا اسف ده ريكتانجل، يبقى الاريا لينث في ويدث، اللينث 80 والويدث 60، طبعا ده بالسنتي وده بالسنتي، يبقى نضربهم في 10 باور نيجاتيف 4 بس خلاص، يديك 1411.2 نيوتن اللي هي الاجابه دي. سؤال 16 بيقول A submarine has still down at a depth of كذا، عم يديك ال H. Under sea water of density، ال density equal 1025 كيلوغرام بير متر كيوب. عايز ال pressure difference. طب فاكر؟ فاكر؟ difference عبارة عن لو أنت جدع تقول in minus out ولا out minus in. استنى، المركبة من بره بيضغط عليها هواء ومية، من جوه هواء، يبقى بره اكبر، يبقى بي اوت ماينس الغواصه يعني بي ان، الاوت هو بي اير بلس رو جي اتش بتاعت المايه، ماينس اللي جوه الغواصه هواء، كانسل كانسل، يبقى لك رو جي اتش اللي هي ايكوال الرو 1025 جرافيتي 10 والاتش 400. خلاص خلصنا. طبعا انا بحسب ايه دلوقتي؟ بحسب بريشر ديفرنس، خلي بالك. اوكي هيطلع معاك 4.1 تايمز 10 باور 6. لو الاله ما طلعتش الرقم دوس دوس الزرار بتاع اي ان جي، او جرب التشويسز اللي قدامك دي. سؤال 17 اتفقنا مع بعض في الحصه ان انت هتسيب السؤال ده لحد ما نعدله مع بعض. سؤال 18 وده حينا مع بعض، قال لك A tank of height 120 سنتيمتر. تانك يا جدعان الهايت بتاعه 120 سنتيمتر، فيلد كومبليتلي، مليان يا جدعان، كله مليان ميه، مش جميل قوي. الدنسيتي بتاعت الميه 1000 اللي هي 10 باور 3، انا عارف كده كده. If one third of the water is taken out، تلت الميه خرجت، طب انا مش عارف تلتها دي اللي هي قد ايه؟ حبيبي اضرب ال 120 دي في تلت، هيديك 40. يبقى من ال 120 في 40 اتشالوا، ارسم التانك تاني، ارسم التانك، يبقى كده بقى كام سنتي ميه؟ صح 80 بس، اهو دي كده 80 سنتيمتر. ليه يا معلم؟ عشان الميه كانت 120 شلنا تلتها. طب ما انا مش بعرف هتعمل كده، يبقى اللي اتشال الريموفد ايكوال تلت ال 120 اللي هم 40 سنتي، يبقى اتبقى لنا 80. بعد ما اتبقى لنا من ميه 80 كده بقى فاضي فوق كام؟ جدع 40 سنتي فاضيين، حطينا تو ليكويد ما بيدوبوش في بعض، امسبل معناها ما بيدوبوش ولا بيدوبوا مع الميه، فادي الليكويد ونفس الكوانتيتي بالظبط، نفس الكميه، يعني حطينا تو ليكويدز نفس الكميه بالظبط، الليكويد الاحمر ده والليكويد الاسود، كده كل واحد فيهم واخد كام سنتي؟ انا عارف ان الحته اللي كانت فاضله فوق 40 سنتي، يبقى كل واحد فيهم واخد 20 سنتي. تمام، اداك الريلاتيف دينستيز اضربها في 1000 طبعا، دينستي ده 800 ودينستي الثاني 1200 بعد ما يضرب في 1000، عشان هو مديني ريلاتيف دينستي فانا هضرب في 1000، وطبعا دينستي المايه زي ما انت عارف 1000. فاكر بقى في الحصه قعدنا نهري فيها كتير دي كلمة percentage of a change، هو مش عايز change، هو عايز نسبة التغير، نسبة التغير. طب وانا اعملها ازاي دي؟ هقول لك انا الاول، هات لي pressure رقم 1 في الحالة الأولى دي، دي الحالة الأولى ودي الحالة الثانية. في الحالة الأولى ال pressure رو جي اتش هي مية بس، الرو كام؟ 1000، جرافيتي كام مديهالك؟ 9.8، الهايت 120 تايمز 10 باور نيجاتيف 2.
تمام كده؟ ما دي كده يا معلم الحالة الأولى، طلع البريشر معانا one one seven six zero، كانت الحالة الأولى. طب البريشر في الحالة التانية ايكوال ايه بقى؟ في تلاتة ليكويد بيضغطوا هنا دلوقتي، مية رو 1000 جي 9.8 اتش 80 بس، لان تلت المية اتشال فاكر؟ بقى 80 بس، بلس كمان الليكويد الاحمر رو 1200 جي 9.8 اتش 20 تايمز 10 بار نيجاتيف 2 بلس الليكويد الاسود رو 800 جي 9.8 في الحته دي اللي هي 20 تايمز 10 بار نيجاتيف 2 برضه هيطلع ده كله 11760. يعني انا طلع معايا البريشر لو المايه بس ده صدفه 11760، والبريشر في الحاله الثانيه 11760. كده في تشينج اصلا، احنا بنحسب البرسنتج ازاي بقى؟ فاكر برسنتج اوف تشينج؟ ايوه النيو ماينس الاولد على الاولد مضروبه في 100، بس هي مش مستاهله ان هي يطلع 0% اصلا، مفيش تغير حصل من هنا لهنا. اه شلت الميه وحطيت اتنين ليكويد بس في الاخر اداني نفس البريشر، فمفيش تغير في الاجابه 0%. ماشي؟ طبعا هتقول لي، في ناس هتقول لي يا مستر انت ازاي حطت ال 1200 فوق ال 1000 فوق تحتيه؟ عادي انا دي رسمه، هما هيترتبوا ال 1200 هينزل وبعدين ال 1000 وبعد كده ال 800. سؤال رقم 19 بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر هات لي اتش 2، فاكر عملنا ايه؟ طالما دول مفتوحين على بعض يبقى ده كانه كونتينر واحد، وطالما هو متزن يبقى البريشر هنا هي البريشر هنا، فكتبنا نوت دي اسمها 1 ودي اسمها 2، فيبقى بريشر 1 ايكوال بريشر 2. مين بيضغط على 1؟ اويل ووتر، اويل بلس ووتر ايكوال مين بيضغط على 2؟ ووتر بس. تعالى بقى ايه، اوعى تقول لي هكنسل دي مع دي لان دي شويه ميه غير دول. تعالى بس كده افهمك واحنا بنعوض. الاويل رو مديها لك 840، جرافيتي 9.8 في اتش اويل اللي ما اعرفوش بلس شويه المايه، انا كده خلاص خدت ده. طب شويه المايه دول بقى رو 1000 جرافيتي 9.8 اتش 3 ايكوال. طب الناحيه الثانيه بقى شويه دول رو 1000 9.8 مضروبه، هل نفس الهايت او الدبث؟ لا طبعا، لا طبعا فور على طول. يبقى عشان كده سميت دي شويه المايه الاوانيين ودول شويه المايه التانيين. اوكي هتضرب 800 او الاول، تعالى نكنسل 9.8 مع 9.8 مع 9.8 رغم الكرر ممكن اكنسلهم عادي، فتبقى 840 اتش نود بلس 3000 اللي هي 1000 في 3 ايكوال 4000، فتبقى 840 اتش نود ايكوال 4000 شيل منها 3000 يديك 1000 بس، تطلع اتش نود ايكوال 1.19 متر. سؤال رقم 21 بيقول the opposite figure show a vessel containing a liquid which is exposed to atmospheric pressure. لو التوتال بريشر هنا توتال بريشر التوتال ايكوال 1.5 اتموسفيريك، تمام؟ so the ratio pressure y على pressure z. اسال سؤال يعني خلينا كده بس ايه نقتنع مع بعض، نقطة ونقطة، افهم عشان تعرف تجاوبني بعد كده. لو انا قلت لك النقطة دي على بعد اتش ودي على بعد 2 اتش والليكويد مليان على الاخر، عارف لو الضغط هنا 2 يبقى الضغط هنا كام؟ 4. ليه؟ لان دي نازلة اتش بس، انما اللي تحت دي نازلة كل ده الدبل، ولما الدبث يزيد الدبل البريشر يزيد الدبل، صح ولا ايه؟ تمام. تعالى لي بقى في مسالتنا سهله قوي، البريشر هنا النقطه اللي اسمها اكس دي نازله قد ايه؟ نازله اتش بس، فالضغط عندها 1.5. طب واي نازله قد ايه؟ 2 اتش. يلا يبقى البريشر عند النقطه اللي اسمها واي 3 اتموسفيريك الضعف. طب زد نازله قد ايه؟ 3 اتش. يبقى عند زد ايكوال ايه؟ 1.5 في 3 فتبقى 4.5 اتموسفيريك، يبقى دي نازل اتش 1.5 يبقى 2 اتش دبل
3H تريبل. هو عايز بريشر توتال واي على بريشر توتال زد يعني ايكوال 3 ديفايدد 4.5 يدينا 2 اوفر 3. تمام. البروبلمز بقى، السؤال الاول بيقول لك if the density of sea water is كذا والبريشر كذا، هات هاو ديب. هاو ديب معناها هو تحت قد ايه. طبعا انت عارف ان البريشر ايكوال، اكيد يا جدعان في هوا، اكيد في هوا، بس هو ما جابش سيرته فانت خلاص اهمله، خلاص عادي سيبه. يبقى رو جي اتش بس، اداك البريشر التوتال يا جدعان بالكيلو، اي كيلو تايمز 10 باور 3 على طول، يبقى 92 تايمز 10 باور 3 ايكوال الدنسيتي 1030، الجرافيتي 9.8 مضروبه في الاتش، يطلع لك الاتش ايكوال 9.11 متر. خلاص خلص سؤال 2، اتحرينا بقى يا جدعان منه. بص هنا بقى عمل ايه، اداك الهواء عادي، هات البريشر ات بوينت A اللي هي تحت دي، طبعا هي بتتاثر بالهواء، فاكر الهواء بيخش لها عادي. يبقى البريشر التوتال عند النقطه اللي اسمها ايه، عباره عن بريشر الهواء بلس بريشر الميه. طب الهواء 1.013 تايمز 10 باور 5 بلس، افك الميه ايه، رو جي اتش، الميه هتتفك رو جي اتش، الرو 1000 والجي 9.8 والاتش قد ايه، كل ده من فوق 2 و4 يبقوا 6، يديك 1.6 تايمز 10 باور 5. حتى لو ما ادكش الرقم ده سيادتك هتدوس اي ان جي تلاقي الرقم طلع. سؤال رقم 4 بيقول لك in the opposite figure a metallic cuboid of density كذا is placed at the bottom of water. هات لي total force on the upper surface of cuboid. حلو قوي 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 السؤال ده، حلو قوي. عايز التوتال فورس على الابر سيرفيس مش اللور يا جدعان، الابر سيرفيس. بالراحه وركز، ها تعرف تقول لي الابر سيرفيس اللي هو ده، ده اللي انا مش هقول لك عليه، خلي اسود عشان يبان اهو، ده على بعد قد ايه من فوق؟ هتقول لي على بعد 30، ما هي مكتوبه غلط، على بعد 20 بس، الحته دي 20 سنتي بس. ليه؟ لان دول بس اللي بيضغطوا على الابر سيرفيس. خلي بالك في حته هي 10 سنتي، دول هيكملوا لو سال على اللور سيرفيس. تاني تاني هحاول ارسمها لك اكبر شويه عشان تفهم. بص ادي المايه اهي، بص المايه كده كده الهايت بتاعها 30 سنتي، في كيوبويد هو حاطه اهو كده. اصلا الكيوبويد الهايت بتاعه ده 10 سنتي، لما اسالك على ابر سيرفيس ده مين بيضغط عليه كام سنتي بقى، ايه الحته اللي فوق دي بس تحت؟ لا هو بيسال على الابر، يبقى الفكره بتاعت المساله دي كلها ان الاتش 20 لا 30 ولا 10، تعمل ماينس الاثنين بس. في الاخر تقول بقى البريشر ايكوال، او هو عايز ايه فورس، تجيب البريشر الاول عباره عن بي اير الهواء بلس رو جي اتش الهواء معاك والدنستي معاك والجرافيتي معاك، الاتش اللي هو الدبث ده هتعوض عنه ب 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 بس. بعد كده هتجيب الفورس بريشر في اريا سهله قوي. سؤال رقم 5 بيقول a layer of water of thickness 50 سنتيمتر، عندك ميه الثيكنس بتاعها 50 placed on a layer، اتحطت على layer من الميركري، انت عندك ميركري هنا الثيكنس بتاعه 20 سنتيمتر، تحط فوقيه ميه الثيكنس بتاعها 50 سنتيمتر، هات لي الديفرنس فرق البريشر بين ايه بقى؟ 2 بوينت، واحده at separating the surface between water and mercury، واحده على السطح ما بين الووتر والميركري اهي. طب احط صباعي الثاني فين؟ اي كصباعي الاولاني، ها؟ and the other at the bottom of the mercury، والثانيه bottom، يبقى هتحط واحد صباع هنا وصباع هنا، فاكر؟ وتاخد اللي بين صوابعك، اللي بين صوابعك هيبقى مين؟ الميركري. جدع. اقولها تاني اخر حته دي، بيقول لك ايه؟ واحده من النقط على السطح اللي بيعزل الووتر او سيبريتنج سيرفيس ما بين الووتر والميركري، اهو هو ده. واحده تانيه ات بوتوم اوف ميركري،
يبقى كأنه بيسألك على البريشر لما يقول لك فرق ما بين دول اللي هو الميركري بس. فالبريشر اللي هو عايزه عبارة عن رو جي اتش، كل ده بتاع الميركري بس، ميركري بس، لأنه سأل على ديفرنس. طب لو كان قال هات البريشر كله تحت هنا، لا كنت هقول له الهواء والميه والميركري، انما بيقول هنا ديفرنس، فرق ما بين هنا وهنا ميركري بس. فاكر قلناها في الحصه ازاي النقطه دي بيضغط عليها هواء وميه، انما دي هواء وميه وميركري، فالفرق في الميركري. يبقى 13600 مضروبه في الجرافيتي اللي هي 10، مضروبه في الاتش اللي هي الدبث اللي هو 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. بس خلاص خلاص. يبقى لي حاجه واحده بس. السؤال السادس، وكالعاده انت عارف انا هقول ايه دلوقتي، انا مش هحل السؤال ده مش لاي حاجه والله، مش هياخد مني 5 دقائق، بس الفكره ان انا برضو بحب اسيب لك الفرصه ان دماغك تقعد شغاله في حاجه بس مش باينه، ده طول ده عشان هو ايه في الكتاب برضو هتلاقيه مش باين قوي. الحته المايله دي بس اي اللي معناها بالاحمر دي طولها 75 متر، وفي هنا انجل اهي هنا 60 بس. يعني هو الرسم عباره عن بيت ده كده 6 متر، في حته مايله بحاول يعني ايه القح، بحاول القح لك اهو، في حته مايله 75 ودي كده 60 اللي هو يعني بتتفك. خلاص بقى يعني هسيبك انت تجرب، ولو ما عرفتش ما تقلقش احنا كده كده هنحلها في الحصص. شكرا يا شباب، ربنا معاكم بالتوفيق، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.